مثل ما تابعنا نور رح نتعرف أكثر مع ضيفتنا بالاستوديو الأخصائية ريم سعد اختصاصية بالتربية الخاصة. يعني أخذنا أستاذة ريم فكرة بسيطة عن فقدان الذاكرة المؤقت، خلينا نحكي عمليا وعلميا شو المقصود فيه وكيف بتحدث هي الظاهرة عند الطالب. تماما. هلا اذا بدنا نفصل نحن بين الشيء المرضي وبين الشيء المؤقت اللي هو بصير بالامتحانات، كفقدان ذاكره مؤقت شيء مرضي نحن ما لنا كثير فيه لانه له علاجاته له مشاكله. الثاني هي بتعالج طبيا او الدكتور بيكشف عليها طبيا. اذا بنحكي على شيء مؤقت نحن بنحكي على ذاكره، هي الذاكره اللي انا كطالب عم بدرس عم بجتهد كل السنه، بيكون في عندي في مو كل الطلاب، جزء من الطلاب، احيانا في الطلاب اللي عندهم حساسيه زايده عندهم قلق زايد، وقت انا بكون عم بدرس ممكن اكون عم بدرس متوتر. بدرس متوتر معناتها ان المعلومات اللي عم باخذها عم تكون ممكن كبيره، عم تضل بشيء اسمه ذاكره قصيره الامد. تمام. فهي الذاكره هون هي بتكون بالفص الجبهي في بتخزن جزء منيح منها بالجزء الخاص بالانفعالات. فانا كطالب انا عم صمد بس انا مالي عم عارفان حالي شو هو المفتاح الصح لان انا انقل فيه المعلومات للذاكره اللي هي بتضل اللي هي رح تخدمني لبعدين. لانه ما فيني اتذكر كتاب مثلا 400 صفحه هذا كلياته استحضره بساعه ونص بجلسه. انا بدي عندي 10 اسئله طلع على 400 صفحه بهالعشر اسئله بشكل طريقه صحيحه. فانا طريقتي بالدراسه او انا عم بدرس خلال السنه اذا عرفت حالي عندي مشاكل ذاكره، عندي مشاكل انه انا عم سمع لحالي بعد فتره عم يسترجع لي معلوماتي والمعلومات ضايعه، اقول انه اعطيني اول كلمه بس اول كلمه اللي هي بدها تكون مفتاح. هذا اللي بدي احكي معك بخصوصه استاذ ريم، حكينا جزء منه تحت الهواء كنا عم نسترجع، يمكن ما في حدا منا ممر بهي الحاله بفتره من الامتحانات ان كان اعدادي ولا ثانوي او خلال الجامعه. تمام. هي عمليه فقدان الذاكره لما تصيب الشخص هي سببها شو الاسباب؟ يعني هي بتكون عدم تخزين صحيح، احيانا بيقول لك في شخص انا مدارس ومحضر كثير صح بس التوتر والخوف اول 10 دقائق لاقدر اخذ نفس، لاقدر ارتاح، لاقدر استرجع شوي شوي المعلومات. تمام. هلا حكيتي حضرتك شغله مهمه انه اعطيني اول كلمه اللي هي المفتاح. هلا غالبا نحن بالامتحان ما حدا رح يعطينا اول كلمه اللي اذا عملنا اسلوب ملتوي شوي اللي طلع لنا برا يلا تماما. فالدراسه الصحيحه انا اذا عندي هاي النقطه مثل ما حكينا انه نحن بنرمز، يعني انا رح احط مجموعه اشارات او قصه او كلمات بحطهم باول فقره هن كفيلين تماما لأن انا اخذ كل شيء جوهري كل شيء جوهري جوات هاي الفقره وحطه، لانه الفقره انا عم بشرح درس بس انا الشيء الاساسي فيها ممكن يكون سطرين او ثلاثه، مفتاحي رح يخليني احطها. هلا بصير بالامتحان انه فوت مراقبين اعداد كبيره، مستقبلي، اهلي ناطرين برا، ضغط كثير كثير كبير على الطالب. والاسئله عم تكون ما حنحكي على الاسئله بس بالمجمل عم تكون انه كثير بسيطه، لا بدها جهد فكري كبير. اللي عم بصير انه انا عم بتصيبني حاله توتر، بحالات توتر او قلق مثل ما بنعرف بصير في عندنا نقص اكسجين. ليش؟ لانه التنفسي بيكون سريع، ببلش اتعرق، ببلش بحس في حاله انفعاليه يمكن اغلبيتنا بنعرفها وقت بنحكيها. هلا اذا بدنا نحكيها انه انا عيوني ما بقى شافت شيء ابدا، بحس كل شيء لون واحد. تمام. حتى اسمي ما يعني رايح، كل شيء صار لون واحد، متوتر كثير، انا ما بعرف ولا شيء بهي الورقه اللي قاعده قدامي، انا خلص راح المستقبل ببساطه كثير. اذا انا قدامي انينة المي، قدامي طرائق تنفس. هلا طلاب الساتنا نحن باول امتحانات، علي اتعرف كيف طرق التنفس الصح وانا بضمن لهم بشكل اكيد اذا انا عملت هاي بدقيقه ولا بدقيقتين انه احنا يرجع الاكسجين على الدماغ، رح ارجع اهدى، رح ارجع اسرد كل شيء انا بدماغي على الورقه، استرجعه من الذاكره بشرط انه انا مخزن صح، قدران خزين صح، مو حشو معلومات ولساتنا بالمنطقه القصيره المدى للذاكره. هون كان بدي اسالك، حكيتي مع نور فكره المفتاح اللي هي كيف ممكن اعمله، وقلتي كمان عن الترميس، خلينا نحكي عن هي اهم الوسائل او الطرق اللي ممكن يستخدموها الطلاب بمراجعه المنهج قبل ما يدخلوا على الامتحانات، لانه هي المرحله اللي في اشخاص بيقول انا متذكر حافظ، بمر مرور الكرام على الورقه بتروح الافكار. تمام. وبتصير هي القصه معه بالامتحان. ايه. تمام. تبع كلمه من الكيمياء وكلمه من الفيزياء والماده علوم. تمام. هي فايته ببعض بصير بتذكر كل شيء درسه الا ماده الامتحان. تماما. لانه هي ما تربيطها، هي نحن عندنا مشكله بالتربيط.
فهلا انا اذا بدي رمز مثل ما قلتي حضرتك انه عنا ذاكره بصريه وعنا ذاكره سمعيه، طيب انا سمعي فانا فيني رمز باغاني، والاهم من هيك حتى نحن نحط تحته خط هي ذاكره المعاني، يعني انا اعرف المعنى، انا ما بهمني بس اقرا عم خزن بدي احفظ المعنى. لا احفظ المعنى لاعمل ترابط لحط رموز، اما اذا ما عملت هيك انا ما بقدر اعمل شيء، حتى لو بدي اقعد ادرس 10 ساعات المنهاج نوعا ما كبير. انا ادبي وسلمى ادبي، انا كنت اعمل عمليه ترميز، يعني لانه احيانا عندك يعني فقره كم كبير نوعا ما، فهي عمليه ترميز من خلال ربط الفقرات ببعض. تماما، يعني هي فقره في ست كلمات بدي اربطها بتطلع معي خلاصه هي الفقره. تماما، قديش هي بتسهل علينا هي القصص، يعني اقدر ابتكر نوعا ما لاختصر اساسا الوقت، لانه نحن ما معنا وقت كثير، واذا بدك ترجعي تحفظي المنهاج او تعيدي او كذا كمان بيستهلك طاقه جسديه طبعاً ونفسيه طبعاً من الطالب. طبعا لا، الترميز كثير شغله حلوه، واللي بيعرف انه كيف يرمز فهو مش الحاله. نحن عندنا متعارف عليه انه مثلا طالب ذكي، الذكاء هو مجموعه مهارات. انا الطالب الذكي والطالب اللي عنده ذاكره جيده عارفان ينقل فيها المعلومات صح، الذكاء او نحن التحصيل العلمي اللي هلا نحن بنشوفه اطباء مهندسين دراسات عاليه اساسه الذاكره. صحيح، مو بس مو انه الذكاء هو الذاكره، الذاكره يعني ذاكره معاني، يعني ذاكره انا عم بفهم، اقدر قدره دماغيه اللي عم بقرا عم بفهمه وعم يتخزن عندي وعم خزنه صح واسترجعه صح. اكيد ريم، كمان يعني اضافه لطرائق اللي حكيتي فيها، شو كمان ممكن نعطي نصائح اليوم للطلاب؟ هلا كونه نحن صفينا باواخر، يعني هلا ايامات المراجعه للامتحان، يعني خلص مشي الحال. وقت بدي راجع، خليني انا اقول طالب ولقيت اني انا كثير ضعيف بالماده ماني محصل ربع، طب نحن قبلانين انه هذا الربع نرجع نعيده، اما اذا بدي ارجع عيد انا الماده من اول للاخر فانا فقدت الشيء اللي كنت محصله من قبل، لانه كثر الضغط في عندنا شغله بانه كرر، تكرار مفيد جدا طبعا للذاكره بفترات محدده، ممكن عندي الصبح بعد الظهر ثاني يوم الصبح، الذاكره كمان لازم ترتاح. كثر الضغط على الذاكره هو بخليني انسى، بخليني تفوت ببعضها تكون عشوائيه، الانفعال يلعب دور. صحيح، انفعالي بكل المواقف بالحياه الانفعال بس يدخل بيعمل تعمية، يعني بتصرف غلط معناته أنا بكتب غلط بفكر غلط، كل هاي الأمور بالانفعال بتضيع. مشان هيك أنا ركز على اللي حاسس حالي المتبقي، ركز أدران على اللي أنا حافظته أو مر عليه. يعني أدران موضوع مهم بهم كل الأهالي قبل الطلاب، لأنه عم يعانوا مع طلابهم اليوم. نتمنى التوفيق لكل طلاب الشهادتين الثانوية و التعليم الأساسي. نتشكرك أستاذة ريم سعد أخصائية بالتربية الخاصة على وجودك معنا، موفقين يا رب هيك كله ينجح ويجيب علامات تامة، بس صعبة شوي، بس نتمنى لهم أكيد التوفيق إن شاء الله، كل طلابنا موفقين إن شاء الله يا رب. شكرا لك أستاذة ريم، وعلى كل المعلومات اللي قدمتيها بنتمنى الكل يستفيد منها. شكرا لك. إن شاء الله إن شاء الله. أهلا.